مشكلة هنا الانطلاقة ومحاولة من لعب البديل أو اللي دخل بديل اللعب سوكاي اللعب الألباني وقوية قوية 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 جدا الكرة الهدف الهدف الثالث سوكاي أمامنا هنا في هذه اللقطة انهيار في نادي السد في هذه اللحظات طبعا نادي السد يعني في فترة من الفترات الصعبة الخسارة الكبيرة أمام نادي الهلال 0-5 نادي السد من الفرق الكبيرة هو بالفعل يعني كبير كرة قدم القطرية بما حققه من بطولات وإنجازات لكن النهاردة الأخطاء كبيرة جدا 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 سواء في النواحي الدفاعية أو في وسط الملعب شوف أمامنا هنا الرقابة الدفاعية في لقاء اليوم وأمامنا هنا اللعب لي في هذه اللقطة بقى يعني هو يعني سوقاي يمين وشمال وشمال لا تصد ولا ترد صعبة جدا صعبة جدا 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 فريق فولاذ يعني من حديد كرات كلها من حديد كرة قوية شوف أمامنا هنا مراوغة المرور حابب راحة كبيرة جدا التلات أهداف اللي سجلوا من خلال أخطاء كبيرة في الرقابة في الضغط الدفاعي يعني في أمور كتيرة جدا عمق دفاعي غير موجود وشوف كرة قوية قوية جدا صعبة جدا.